بسم الله على بركة الله. نبدأ صحيح تمارين الدرس رقم 21 جمع وطرح الأعداد الكسرية أديسيون و سوستراكسيون دي فراكسيون. الأهداف اللي خصنا نحققها من خلال هذا الدرس، يجب على كل تلميذ أو متعلم أن يكون قادرا على حساب مجموع وفرق عددين كسريين ومجموع وفرق عدد كسري وعدد صحيح، يحل وضعية مشكلة بتوظيف الجمع وطرح الأعداد الكسرية. سبق لو تعرفنا على الأعداد الكسرية كتب على الشكل البسط على المقام، هذا كشكل تذكير فقط. وهنا هنايا اختزال العدد الكسري، نلاحظ ما العلاقة التي تربط بين البسط والمقام، أي نفكك البسط ونفكك المقام ثم نقوم بالاختزال. إذن جمع عددين كسريين لهما نفس المقام كجمع البسوط، ها هما فقط جمع عددين كسريين لهما نفس المقام كجمع البسوط، طرح عدد كسريين لهما نفس المقام كنطرح البسوط. إذن هنا نقوم بتوحيد المقام، توحيد المقام راكم عرفتوا توحيد المقام كيفاش داير، هذا خلال مراجعة ديال الدرس. إذن غادي نمر للتمارين المنزلية اللي كنت طرحت عليكم، غادي نمشيو ليها نشوفوها. هنا عندنا نلاحظ كيف زرع صالح ضيعته، ثم نحسب العدد الكسري الذي يمثل المساحة المزروعة عادة. نلون الجزئين المزروعين قمحا وشعيرا. أولا عندنا 2/3 شعير، 2/6 شعير، ها هو واحد الشريط فيه 6 أجزاء، 1 2 3 4 5 6، وفيه 2 في البسط. إذن نلون 2 جزئين هي، ويعطينا إذن هذا الشريط بالأحمر من هنا هو 2/6، تمثيل 2/6 على شريط. كذلك 5/12 ديال القمح، نشوفوا نفس الشريط نفسه. غادي الألوان هنا عندنا 12 هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، شوفوا 5 ملونة 5، 1 2 3 4 5. إذن هذا الجزء الأخضر هو 5/12، هذا هو التمثيل، تمثيل الأعداد الكسرية على شكل أشرطة ولا شريط. ثم نقوم بحساب المساحة المزروعة بعد توحيد المقام. أولا المساحة المزروعة، عندنا المساحة المزروعة هي الأحمر زائد الأخضر، 2/6 زائد 5/12 مجموع ديالهم. أولا نقوم بتوحيد المقام، 2/6 ما تغيرش، 5/6 ما علاقتها ب 12، ما علاقتها ب 6، 12 هي 6 مضروبة في 2. إذن ونقوم بالعملية، هنا أننا 2/6 هنا فيه 2 وهنا ما فيش، إذن غادي نضربو البسط في 2 والمقام في 2، هو 2 × 2 2 × 2 6 في 2 زائد 5/6 في 2 كتساوي هذه 4/12 زائد 5/12 كتساوي 9/12. تساوي لنا 9/12. نشوف واش طلب منا شي حاجة أخرى ديال التفكيك ولا ما طلبهاش. يليك هنايا لا ما كاين والو، دير مر. إذن 5/12 هي المساحة المزروعة. نشوفو المساحة المتبقية، نولا لحساب المساحة المزروعة عدسا. مساحة العدس هي مساحة الحقل ناقص مساحة الشعير مع القمح.
عندنا مساحة الحقل هي 12 على 12 يعني واحد، ناقص 9 على 12 عندهم مقام واحد، 12 ناقص 9 تساوي 3، 3 على 12، 12 هي 3 في 4، إذن 3 عندي من الفوق وعندي 3 من التحت، إذن سأتخلص من 3 وسيبقى لي مساحة العدد هي 1 على 4. نمر إلى التمرين الآخر، ألون بطاقة المقام الموحد لكل عددين كسريين، هنا 1 على 2 زائد 5 على 6، هناك علاقة ما بين 2 و6، نأخذ عدد كبير و6، إذن 6 هو المقام أو الأصفر. هنايا 1 زائد 4 على 8، هنايا نشوف 8 هو العدد الكبير يعني 1 على 1، إذن المقام الموحد هو 8، هنا 2 على 5 و7 على 15، هناك علاقة ما بين 5 و15، إذن المقام الموحد هو 15. نمر من التمرين رقم 2، 1 المقام دون إنجاز العملية، 3 على 5 زائد 7 على 10، 3 على 5 7، ما العلاقة ما بين 10 و5؟ 10 تساوي 5 مضروبة في 2، أهي عوضها، هنا المقام فيه 2 وهذا ما فيش 2، إذا غنضرب 2 هنا و 2 هنا، كتصبح لي 3 في 2 على 5 في 2 زائد 7 على 5 في 2، 5 في 2، 3 في 2 6 زائد 7 على 10 على 10 بتعطيني 13 على 7 تساوي 13 على 7 زائد 13 على 7 تساوي 13 على 10، إذن هنا هو دون إنجاز العملية، من غير إنجاز العملية. الرقم الثاني 1 على 8 زائد 3 على 2، 1 على 8 زائد 3 على 2، العلاقة ما بين 2 و8، 8 هي 2 مضروب في 4، إذن عندنا 1 نعوض 8 2 في 4 زائد 3 على 2، هي هنا فيه 4 وهنا 4 غير موجودة، إذا غادي نضرب في 4 هنا و4 هنا، سيصبح لي 1 على 8 زائد 12 على 8. بالنسبة للأخرى 3 على 4 ناقص 2 على 3، عندنا 3 على 4 ناقص 2 على 3، هنا لا المقامان لا علاقة بينهما، إذا نضرب هنا في 3 هنا في 3 ناقص هذا في 4 هذا في 4، إذا هاو 3 ديال هذا هاو واحد فوق واحد تحت، 4 كنقلبهم واحد هنا واحد هنا، يصبح عندي 9 على 12 ناقص 8 على 12. ونمر إلى تمرين آخر، هنا وحسب الفرق والمجموع ديال العددين، هنا العدد الأول هو 1 على 2 زائد 3 على 2 كتساوي نفس المقام، 4 على 2 كتساوي 2، هنا الطرح ديالهم 3 على 2 ناقص 1 على 2 نفس الطريقة، 3 ناقص 1 هي 2 على 2 كتساوي 1، هنا غادي نشدو 12 على 12 هو زائد 9 على 12، نفس المقام هو نجمع 9 زائد 12 تساوي 21 على 12، الفرق ديالهم 12 على 12 ناقص 9 على 12، ندير الفرق ديال البسوط كتعطينا 3 على 12. العملية الأخرى فيها 7 على 3 و2 على 3، هي 7 على 3 و2 على 3، 7 على 3 زائد 2 على 3 نفس المقام، إذا نجمع البسوط 7 زائد 2 على 3 هي 9 زائد 3،
ثم نقوم بعملية الطرح. وبعملية الطرح 7/3 ناقص 2/3 تساوي 7 ناقص 2/3. 7 ناقص 2 5/3. إذا احنا قمنا بالعمليات المطلوبة. نزول التمرين رقم 9 بمناسبة عيد الأضحى، خصص عزيز 2/3 لما ادخر الاشتراك كبش العيد، و3/9 للوازم العيد. هل بقى له ما يشتري به ثيابا لأبنائه؟ استعن بالرسم لتمثيل الوضعية. هالرسم ديما كنستعملو الأشرطة، هي أسهل حاجة، هي الشريط يمثل عدد الكسري الأول 2/3. عدد الشريط يكونوا الأشرطة عندهم نفس الطول، الشريط 3/1 2/3، 2/3 بالأزرق 2/3. شوفوا 3/9 نفس الشريط، غادي نقسمو على 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نشوفوا الأول الكسر ديال لوازم العيد هو 3/9، الكسر هو الكسر. إذا هل بقى له ما يشتري به لأبناء ثيابه؟ غادي نشوفوا مقارنة ما بين الأزرق والأحمر. إذا ما كاينش واحد الفرق ما بينهم، إذا واحد يكمل الآخر. إذا ليس له ما يشتري من خلال الرسم، لم يبقى له ما يشتري ثياب. نشوفوا العدد الكسري المخصص للكبش ولازم العيد، أن 2/3 + 3/9 تساوي 2/3. هناك علاقة ما بين 9 و3، 9 هي 3 في 3 كنعوضوها، يصبح عندي 2 مضروبة في 3/3، 3 ما كايناش، كاينها وحدة هنا باش يكون عندنا بحال بحال. إذا هنا عندنا فيه 6، هنا فيه 3/9، 9/9 هي 1، 1 هو المجموع النهائي. إذا لم يتبقى له ما يشتري به ثياب أو ما يشتري به ملابس الأبناء دياله. وهنا ينتهي الدرس، نرجو تصحيح، شكرا.